السلام عليكم ورحمة الله، مساء الخير، يومكم طيب. ثلاثة عروض ربي يبارك، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. مرسيدس بنز ML 350 ل 2012 ول 2014، اثنين باللون الأبيض واحدة باللون الأسود. بخصوص الأسعار قبل أي تفاصيل، أولى بسعر 83 والثانية حتي اللون الأسود بسعر 83 والأخيرة البيضة حتي البانوراما وبسعر 78 ألف دينار ليبي. وهذه فيديو تفصيلي موضح فيه تفاصيل كل سيارة. الأولى بسعر 83 ألف دينار، مسجلة ماشية 93 ألف ميل، سيارة بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، قمة في النظافة من داخل ومن الخارج وكل شيء فيها بسم الله ما شاء الله. كماليات زي ما موضح بالفيديو، ناقصة بانوراما طبعا، لون الكحلة اللي وراها بانوراما هي والتانية الأخيرة البيضة. ماشية في ليبيا تقريبا 13 ألف أو 14 ألف ميل، حالتها فوق الممتاز، استعمالها نظيف جدا، سيارة ربي يبارك بسم الله ما شاء الله، صالون نظيف، إطاراتها اللي جاية بيهم نفس السيارة ميشيلان الأصلية قاعدة تحتها، ثلاث سيارات في الإطارات درجة أولى، نظافتها ربي يبارك، ضربتها من قدام جاية في نار وبروانتي ومسكرينة مغيرة، فارباك ستيرس وطالع، وردي لها إرباك منظومة تخدم بالكامل، ما فيهاش ولا حاجة مأشرة، ماشي 93 ألف ميل بالضبط، وهذا رقم هي كلها شهر 4 2014، تلقاها مسكرينة بروانتي أمامي مزوق والفنار، وهذه البصمة، محرك 276 درجة أولى السيارة. العرض الثاني ماشية 77 ألف ميل، ضربتها باب السواق والرفرف اللي على اليسار، تنعطيكم رقم هي كلها، ماشيها ممتاز جدا، وسعرها نفس الأولى بالضبط، حتى هي سعرها 83 ألف دينار ليبي، اللون الأسود لما سيارة ربي بارك بسم الله ما شاء الله، بانوراما وبصمة وصالون جلد على الأسود، كمالياتها فول أوبشن، وسعرها ممتاز جدا 83 ألف دينار ليبي. وطبعا الأسعار ديما مبدئية اللي في الفيديو لكل سيارة، يعني حتى هي إطاراتها نظيفة جديدة اللي تحت، نقصد استعمالها ممتاز جدا، حتي نفس الشيء، هذه الشكورتة متاعها، كوفني خلفي كهربائي لكل سيارة. ثلاثة عروض ربي بارك بسم الله ما شاء الله، يعني اللي يدور في الامل اكيد حيحصل واحدة منهم تعجبه بإذن الله. وهذه ماشية 77 ألف بالضبط، 77 و500، حتى هي جمرك برسالة مفتوحة، عيوب ما فيهاش بإذن الله، هذا رقمها هي كلها، ما فيهاش ولا حاجة مأشرة في العداد، ضربتها باب السواق وشوية في الرفرف خرطة هيك، حاجة بسيطة جدا، بس هذا ما فيها، تشطيبها ممتاز جدا، نفس الكلام، حتى هي محرك 276 من لوطة جديدة جاية من سياتل، ما فيهاش أي ملاحظة بإذن الله. العرض الثالث والأخير اللي هي حتى هي ML 350 اللون الأبيض وبسعر 78 ألف دينار، حتى بجميع المزايا، بانوراما وصالون بيج، ماشية 113 تقريبا، تو نشوفها في العداد مع بعض، ربي يبارك بسم الله ما شاء الله، هذا مغطى البنزينة مفتوح، سكرته، استعمالها نظيف جدا وسعرها ممتاز فوق الممتاز بحكم الكماليات اللي فيها السيارة، ربي يبارك بسم الله ما شاء الله، بانوراما حتى هي، صالون على البيج، إطاراتها جديدة، المحرك جديد نفسهم حتى هو 276. بخصوص ضربتها من قدام فيها كوفني وبروانتي ومسكرينة، فنارات مغيرات، فيها حتى هي إرباك ستيرس ومردي لها إرباك منظومة، يعني مش طافينها هيك وخلاص، لا ما فيهاش ولا حاجة مأشرة، شكورتها ما فيهاش. بالنسبة لثلاث سيارات أعطال ميكانيكيا كهربائيا ما فيش ولا عيب بإذن الله، هذه تشطيبها من قدام كوفني براوانتي، السيارة مروحة طالعة من الميناء الخمس والعة تمشي، يعني حتى لما تخش عليها الضربة تشوفها
مش واصله في الراديتوريات يعني تلقاهم هيك مقدودات بضاعتها قدامها صح ماشي 113 ولكن جايه تمشي السياره طالعه من الميناء تمشي والعه وهذا رقم الهيكل مش واصله لا في محرك ولا في حتى حاجه نفس الشيء رادي لها ارباك شغال هذا رقم هيكلها 2012 هي والكحلة سعر بيعها عارضينها بسعر 78000 دينار واي حد عجباته حاجه من العروض الموجوده عندنا داخل المعرض يتفضل ياخذ سعر افضل من السعر مذكور في الاعلان هذا محركات السيارات بالكامل 276 كل محرك الاولى المسجله بسعر 83 الثانيه الكحله بسعر 83 الثالثه بسعر 78 معرض احمد المايه الطريق الساحلي لاي استفسار الارقام موجوده عندكم على الصفحه وزيارتنا داخل المعرض يومكم طيب والسلام عليكم.